الأردنيين، وأهلا وسهلا فيك. ويعني الحقيقة احنا سعيدين جدا اليوم بوجودك بنقابة المقاولين اللي احنا بنعتبرها أيضا جزء من الوطن، وهي مفتوحة للحوار واللقاء بأي وقت أردت وفي أي وقت شئتم، فهذا بيتكم جميعا وبيت جميع الأردنيين، وكان الله بعونك على المهمة الموكلة. لكن يعني احنا كما نعرفك معرفة جيدة، ان شاء الله انه انت قدها، وان شاء الله انه هذه لبنة جديدة في وطننا العزيز، لبنة خيرة تعكس على المواطن الأردني وعلى الوطن أيضا بالخير بإذن الله تعالى. ويعني انت بتشرف، واهلا وسهلا فيك، وشكرا ايضا للجميع انهم شرفونا بهذا اللقاء، وسيكون ان شاء الله يحضرون اللي ما قدرنا احنا ان نعزمهم ان شاء الله بمعيتك. راح يكون في عده لقاءات في هذه القاعه بنتشرف احنا بوجودكم فيها. اهلا وسهلا فيك، واهلا وسهلا في معالينا، واهلا وسهلا في جميع الضيوف. يا ستي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا معاليك، شكرا سيدي على الدعوة الكريمة، وشكرا انه اتحتوا لي الفرصة اكون معية هالوجوه والقامات الوطنية اللي بنعتز ونكبر فيها دوما. انا اذا سمحتوا لي بعجالة اتحدث عن اللجنة بين التكليف وبين ما وصلنا اليه، وبعدين نسمع منكم وأنتم أصحاب خبرة وتجربة وأصحاب النصيحة الصادقة الوطنية، ونحن بإذن الله نقدم أو نحاول أن نقدم أفضل ما لدينا، ونعتبر كل رأي من آرائكم وكل شخصية من شخصياتكم والذوات المحترمين جزء أصيل من اللجنة الملكية التي بإذن الله ستقدم شيء يكون بحجم طموح جلالة الملك وبما يليق بالأردن والأردنيين في المئوية الثانية. جاء التكليف الملكي السامي للجنة بمحاور مختلفة، بداية بقانون انتخاب وقانون أحزاب وتوصيات للإدارة المحلية ورغبة في تمكين المرأة وتمكين الشباب والتعديلات الدستورية التي قد تنتج من قانوني الانتخاب والأحزاب. توزعت أعمال اللجنة، وكما أكيد سمعت في الأخبار فهي تمثل آراء مختلفة من مشارب مختلفة من أقصى اليمين لأقصى اليسار، فطبعا هذا يثري اللجنة من جهة، ولكن أيضا يخلق تحديات الحمد لله قد تجاوزناها، وطلبنا من الجميع عدم التخندق في المواقع الفكرية اللي موجودة لديهم، وأن نكون جميعاً في خندق الوطن. لجنة المرأة انتهت بتوصياتها، والتوصيات كانت الرئيسية 20% من المقاعد أو من تأسيس الأحزاب تكون للمرأة، يكون في كوتا نسائية للسيدات، وكانت الرغبة 30% من المقاعد. أيضا أمور بالنسبة للقوانين الأخرى وبعض التعديلات، فطبعا هذه كلها أرسلت للجان المختلفة. لجنة الشباب أيضا قدمت طروحاتها، تخفيض سن الترشح لل 25، تخفيض المبالغ المطلوبة لترشح الشباب، يكون 20% أيضا من الأحزاب شباب، السماح
للشباب أنه يأخذوا إجازة لمدة 6 أشهر إذا أرادوا أن يترشحوا للانتخاب ويحجز مكانه في العمل، وبالنسبة للأساتذة في الجامعات حتى إذا نجحوا يبقى المقعد موجود لهم بعودتهم بعد ما يصبحوا نواب. فهذه كلها أخذت بعين الاعتبار. التوصيات للإدارة المحلية كانت توصيات لأنه في قانون الآن في مجلس النواب، وأي حديث عن قانون من قبل اللجنة الملكية يصبح يكون في شبهة دستورية، فلذلك نحن عم نقدم توصيات، وتوصيات ليست فقط في قانون واحد ولكن مجموعة قوانين من اللامركزية للمحافظات للبلديات وتعديلات كبيرة على القوانين المختلفة، لأنه في القانون السابق اللامركزية كان في نجاحات وكان في كمان دروس تعلمناها اللي وضعناها في قائمة التوصيات للإدارة المحلية. قانون الانتخاب وقانون الأحزاب. قانون الانتخاب سيكون تحدثنا أقل من 130 مقعد، ستخفض كل المحافظات بنفس النسبة، فلن تتغير النسبة المئوية من، فإذا كان مثلا عمان تمثل اليوم 20%، إذا بتتخفض مقاعدها ستكون أيضا 20%. فما لعبنا بموضوع النسب، ولكن خفضنا المقاعد لإعطاء مقاعد للقائمة الحزبية. هلا كان في طرح انه لا تلعبوا، خلوا الامور كما هي ولكن زيدوا قوائم حزبيه، ولكن يعني تعدينا ال 150 و 160 مقعد، وهذا شيء يعني غير تحديثي وغير عملي، فارتأينا العمل على طريقه مختلفه. ليس كل شيء عم بحكيه الان ليس نهائي، لانه هذه مخرجات اللجان اللي بدها تروح على الهيئه العامه ويصير في حديث بالهيئة العامة فيها. اليوم الحديث حوالي على 30 مقعد على مستوى الوطن، والسؤال هنا ونسأل بشكل مستمر، كيف عم تعطوا 30 مقعد لأحزاب والأحزاب الموجودة اليوم ليست كما يجب؟ فالجواب نحن ما عم نشرع لليوم، عم نشرع للمستقبل. فنحن بعد 3 سنوات نتمنى أنه يكون في أحزاب برامجية قادرة على التنافس وإقناع الأردنيين والأردنيات ببرامج حقيقية اللي تنافس في مجلس النواب. والتكليف الملكي جاء بأنه بنهاية هذه الرحلة التحديثية يكون معظم مقاعد مجلس نواب من أحزاب برامجية. فلأول مرة قانون الانتخاب وقانون الأحزاب يقرأوا كقانون واحد بداية، ورقم 2 لأنه صار في محاولات للتحديث أو الإصلاح في بعض الأحيان والتراجع عنها، جلالة الملك أمر بأنه تكون خارطة الطريق موجودة أمام الأردنيين في القوانين. فالقانون الانتخاب سيقول في مجلس النواب 20 الانتخابات راح تكون بهذا الشكل بالأعداد، في مجلس النواب 21 ستزيد المقاعد الحزبية بهذه الطريقة، وفي مجلس نواب 22 ستزيد ليصبح مجلس نواب معظمه مقاعد حزبية. هذا لا يعني بأنه حزب بعد 3 سنوات ما يستطيع أنه ينافس على المقاعد الموجودة في المقاعد المحلية الموجودة. التوجه في الوضع الحالي الآن بأنه تكون الانتخابات
على قائمة مغلقة نسبية، فالقائمة موجودة بالتسلسل، موجود للحزب، موجودة في هيئة الإشراف على الانتخاب، وحسب النسبة اللي يأخذها الحزب يأخذ المقاعد، والشخص يصوت للحزب وللبرنامج. فإذا ذهب إلى مجلس نواب وقدم استقالته من الحزب يفقد مقعده ويأتي من يليه بالمقاعد الحزبية بالدائرة المستقلة للانتخاب. وهذا إن شاء الله بشجع العمل الحزبي والعمل البرامجي. بالكوتات صار في أحاديث مختلفة كما تتوقعون بالنسبة للمقاعد السيدات الشركس والشيشان وإخواننا المسيحية. وإلى الآن القرار هو بأنه يشترط على هذه الكوتات أن تكون محزبة. إذا أرادت أن تتنافس على المقاعد المخصصة لهم، يعني ستبقى على سبيل المثال المسيحية لهم 9 مقاعد، سيبقوا 9 مقاعد، ولكن الشرط أن تكون هذه المقاعد حزبية، لأنه اليوم نحن عم نقنع الأردنيين جميعا بأنه الأردنيين ما عادوا بدهم مقاعد ولا بدهم تمثيل، بدهم ناس يمثلهم سياسيا ببرامج وليس تمثيل اسمي اللي هذا. فصلنا 30 سنة بنحاول نمكن المرأة، وإلى الآن المرأة اليوم ما بتنتخب مرأة، وفي انتخابات واحدة فقط استطاعوا إنه ينجحوا على مقاعد تنافسية، الباقي كلها كوتات. فكان الحديث طيب إذا بدنا نعطي 18 مقعد أو 15 مقعد لا يمكن إقناع الأردنيين بأنه يجب إنه تبقى هذه المقاعد بدون شروط حزبية، لأنه الحزب هو اللي يمكن وجودكم في المستقبل مش وجودكم كأفراد. ولكن أي أردني مسلم مسيحي شركسي شيشاني يستطيع أن ينافس على أي مقاعد أخرى دون الكوتات على راحته. فهذا إلزامية، إذا الواحد بده يأخذ مقعد كوتا في شروط، أما إذا بده ينافس في أي مكان آخر، وهذا ينطبق أيضا على البادية اللي ستفتح دوائرهم ضمن السجل العشائري، سيبقى السجل العشائري بداية، وهم يستطيعوا أن يترشحوا في أي مكان ويكونوا جزء من القائمة الحزبية. الشيء الآخر اللي عم يبحث الآن هو تسكين الصوت، فيعني يصوت الشخص حيث ما يسكن، وهذه عشان يصير فيه تواجد له في مكان سكنه، لأنه اللي النائب اللي بده يعبر عنه سياسيا عم بيعبر عنه في مكان سكنه وليس في أي مكان آخر. فهذه الأمور اللي إلى الآن بحثت في اللجنة، ومش في بعض الإيجابيات والسلبيات في بعض النقاط اللي عم تبحث، ولكن دائما التحديث صعب، وبالأخص لما يكون البناء القائم غير يعني مثالي من ناحية تلاقي في أماكن وزن الصوت بعيدا عن، وأنا عم بحسب الجغرافيا كجزء من يعني اللي عم ناخده هو الجغرافيا والتمكين والبعد عن العاصمة والديموغرافيا، فكلها هذه. ولكن حتى لما يتفرج على محافظتين لهم نفس الجغرافيا ونفس البعد عن العاصمة والآخرية، تلاقي وزن الصوت هون 15,000، وزن الصوت في مكان آخر 25,000 صوت. التغيير صعب في مرحلة أولى، فنحن بتدرج عم نحاول نصحح بعض الأخطاء بالمحافظات الشبيهة لبعضها البعض.
ولكن كل يعني في التنزيل على المحافظات ستكون كلها بنفس هذا، يعني عمان أكثر محافظة ستشهد انخفاض بالمقاعد النيابية. الدوائر الانتخابية أيضا سيعاد النظر فيها. فاليوم التوجه بأنه عمان تكون 3 أو 4 دوائر، فنوسع الدوائر في عمان، إربد بدل 4 تصير دائرتين، الزرقاء بدل دائرتين تصير دائرة واحدة، وباقي المحافظات تبقى كدوائر واحدة. اليوم لسه نحن في حديث عن القانون النظام الانتخابي في الدوائر نفسها، ففي وجهات نظر انه خليها من يربح حسب الأصوات، أو قائمة مفتوحة أو قائمة مغلقة أو قائمة مفتوحة بعدد النواب في الدائرة نفسها، أو ينحط سقف فهذه كلها الآن ما في قرار، ولكن بدنا نتعلم من أغلاط الماضي وبعض القوانين اللي شابها بعض المشاكل، إن كان المال اللي كان وراء بعض ما سميت بالحشوات، فكل هذه عم تؤخذ بعين الاعتبار عشان ما نقع بنفس المشكلة اللي وقعت في السابق. قانون الأحزاب سيكون مختلف أيضا، يعني اليوم في توافق بأنه 300 شخص يبدأوا بتقديم طلب للأحزاب للسجل الحزبي، وهنا يعني لسه ما نبحث بشكل كامل، ولكن لن تكون لجنة الأحزاب موجودة في الوزارة، ستكون في مكان مستقل. لسه بده يصير في إقرار وين، ولكن 100% الابتعاد عن السلطة التنفيذية بالنسبة لموضوع الأحزاب. بعد سنة يجب أن يجتمع 1000 شخص وجاهيا لتسجيل حزب كهيئة تأسيسية، وكل سنة أو سنتين تجتمع هذه الهيئة وأمين عام الحزب لا يستطيع أنه يستمر أكثر من دورتين. موضوع اللجان أيضا الحديث عن كيف بدنا نخلي الشباب ينتقلوا باللجان، فالعملية الديمقراطية داخل الحزب نفسه لإيجاد قيادات شبابية جزء من قانون الأحزاب، ولا يستطيع أي شخص أن ينزل بهذه القوائم إلا إذا كان إما باللجنة التأسيسية أو الهيئة التأسيسية، أو صار له أكثر من سنة في هذا الحزب، عشان ما نجيب ركاب آخر دقيقة ونحطهم بالقوائم زي ما بيحصل فيه. فبده يكون فعلا حياة حزبية حقيقية. والمرحلة الثانية والثالثة ستتوسع القوائم الوطنية وأيضا تحزيب القوائم المحلية. فبنهاية المطاف يعني لسه ما صار في اتفاق، ولكن معظم المقاعد ستكون مقاعد إما على المستوى الوطني أو على المستوى المحلي، مربوطين ببعض وحزبيين. والتعديلات الدستورية اللي قد تنجم عن ذلك ستأخذ القانونين بعين الاعتبار، بالأخص موضوع كيف القائمة الحزبية، لأنه صار كان في نص سابق بالنسبة للقائمة الحزبية، وفي كمان أفكار بتحسين كما وجه جلالة الملك تحسين عمل البرلماني ببعض الأمور الدستورية اللي عم ننظر فيها أيضا. اليوم نحن انتهينا من الشباب والمرأة كعمل، الإدارة المحلية خلال حوالي 4-5 أيام ستقدم توصياتها، مفروض الأحزاب والانتخاب خلال 10 أيام يجتمعوا
سوا يبحثوا كيف تتلاقى القوانين التنتين مع بعض، مع أنهم على تواصل مستمر، وبعدين يقدم هذا للهيئة العامة. ونحن نعلم بأنه الإصلاح والتحديث ليس فقط قوانين، يعني هي جزء بسيط من التحديث هي القوانين. في نتحدث على منظومة كاملة من الحريات العامة، من بعض الممارسات السابقة، من ممارسات حالية، من قوانين اللي لها أثر على البيئة السياسية، والخوف من التحزب والتعامل. فمثلا بالقانون السابق كان لا يتعرض حزبي لأي مضايقات، في قانون الحالي سيكون سيحاسب من يعترض على أي حزبي. راح ندخل الأحزاب، سماح للشباب والشابات في الجامعات الانضمام لأحزاب، هم الخزان البشري للأحزاب في المستقبل. راح يكون في توصيات بالنسبة للمناهج على احترام الرأي والرأي الآخر، المواطنة، الأمور هذه ليست جزء من عمل اللجنة، ولكن استأذننا جلالة سيدنا بأن نقدم ورقة بيضاء على توصيات تساعد في خلق البيئة اللي منقوم فيها. فإن شاء الله يعني قبل 11 بيكون اللي ما طلب منا نستطيع تقديمه، وبعدين جلال سيدنا تكرم وضمن مخرجات هذه اللجنة شخصيا أمام الأردنيين، وأمر حكومته بأنه سترسل هذه القوانين إلى مجلس النواب دون تأثير أو تغيير. وبعد ذلك يبقى العمل البرلماني بالنسبة للنظر في القوانين، ونأمل أن ينظروا لهم، لأنه هي حزمة من ثلاث قوانين مرتبطين ببعض، وتغيير أي جزء من أي قانون يغير معاني. فنتمنى أنه ينظروا بالقانونين والتعديلات الدستورية بمنظار واحد، والباقي بعدين عندكم إن شاء الله. تأسسوا أحزاب وتيارات حقيقية اللي تمثل المواطن ورؤيته وتطلعاته، لأن الديمقراطية فعلا لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال أحزاب برامجية حقيقية تعد المواطن بالأمور وتوصلهم إليه. وبنفس الوقت الانخراط الحزبي يجب أنه يكون في بيئة ضامنة لذلك، وبالتأكيد ليس فقط الحريات السياسية والآخرية، ولكن الاقتصاد هو يمكن العمود الأهم في الإصلاح السياسي، لأنه اليوم إذا الشباب والشابات عاطلين عن العمل آخر ما في بالهم أنه ينخرطوا بأحزاب والآخرية، مع أنه عم نقول لهم بدل ما توجهوا غضبكم للشارع في قناة الآن أنه تحدثوا فيها. ولكن خلق الطبقة الوسطى أو إعادة ترميم الطبقة الوسطى ضرورة، وإن شاء الله هدول بالتوازي يمشوا مع بعض. وطبعا الإصلاح الإداري اللي كلنا نرى المشاكل في البيروقراطية الحاصلة اليوم وكيف نتعامل معها. فإن شاء الله مقدمين على بداية مئوية جديدة يكون عنوانها التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وشيء يليق بالأردنيين، لأنه اليوم لما نحكي على 400 أو 500 ألف شاب عاطل عن العمل، وهي يعني أنتوا خبراء أكثر مني، بدها نمو 6 أو 7% سنويا لخلق فارق في معدلات البطالة. وهذا شيء مش مستحيل، يعني إذا بتفرج على مصر قبل
ست سنوات، ومصر اليوم اللي عم تنمو بسبعة 7% لآخر أربع سنوات، والبطالة نزلت عندهم لتسعة 9%، ونحن بالمقابل تراوح حوالي 30% ويمكن 50% بين الشباب. فنتأمل بأنه هذه تكون انطلاقة اللي تليق بالأردنيين وبطوح طموح جلالة الملك، ولا يمكن أنه تحصل إلا إذا أنتوا يعني وأنتوا القادة والقدوة اللي بدأتوا في دعم هذه المبادرات وكنت جزء أصيل منها. ولكن بنهاية المطاف بدنا نوصل لحكومات برامجية حزبية تستطيع أنه تقدم الشيء الأفضل. وجلالة الملك يقول أنا بحب أنه هذا الحزب اللي أقنع المواطنين الأردنيين. وعندنا بنفس المطاف كمان خلينا نكون واقعيين، نحن الواحد يحسب للأفضل، ولكن كمان ما شفنا، نحن كنا قبل كم من سنة نقول تونس هي النموذج الرائع الديمقراطي لوين بدنا نروح؟ شوف شو صار عنده. لا يعني بتسمع يعني رأيين، فبقول المهم تحصين الأردنيين وحمايتهم. وآخر شيء إذا سمحتوا لي، موضوع البرامج هو يعني اليوم ما نفتقر إله هو الأحزاب البرامجية. اليوم عندنا أحزاب بس ما عندنا برنامج، حتى كتل برلمانية وبظن يعني اللي يجتمعوا ككتلة، أما لما يصير في تصويت، التصويت عايش. فاليوم بدنا نقدم يعني البرنامج قبل الشخص، والحزب انه يكون هو المرآة لايش بده المواطن، وان شاء الله سنصل الى احزاب تشكل حكومات من هذه الاحزاب. وهذه اللي الاوراق النقاشية كانت واضحة فيها، بس يعني مع انه مش المكان الحديث عنه، بس الولاية العامة المتحدث فيها اللي هي المادة 45 من الدستور. جلالة الملك اليوم هو رئيس السلطة التنفيذية، السلطة التنفيذية منوطة به ويمارسها من خلال وزرائه. فمرات لما يتدخل جهات معينة بيقول هذه نقص بالولاية، هي مش نقص بالولاية، إذا جهات تانية غير ديوان الملك تدخل أو جلالة الملك 100% هذه لها علاقة بالولاية. بس مرات عم نخلط الولاية الحالية بالمستقبل لما يصير في أحزاب برامجية، تصير الحكومة اللي يطلب جلالة الملك منها تشكل، هذا بيصير برنامجها هي. ولكن الآن هي برنامج اللي جلالة الملك بيقول للحكومة قدمي برنامجي. فبس بالمفاهيم عشان، وهذا جزء من الأمور، نحكي على حكومات برلمانية، كل حكومات برلمانية اليوم، الحكومة اللي تأخذ ثقة البرلمان حكومة برلمانية، والحكومة اللي بتحصل بالمستقبل بتشكل من خلال البرلمان حكومة برلمانية، أو الحزب اللي يسمى من البرلمان حكومة برلمانية أيضا. فهذه كلها أمور، بس حبيت أحطكم صورة اللي تناقش بشكل عميق باللجنة اللي نطلع بصياغة للأمور الدستورية اللي تفتح أمامنا القدرة أنه ننتقل من الحال الآن إلى المستقبل، وأيضا نحمي المواطن الأردني من لا سمح الله أنه هذه التجربة تروح بطريق غير مخطط إلها، اللي بعدين المواطن يعني اليوم قلنا بدناش قوانين مؤقتة بشكل كامل، لا يمكن ترجع لقوانين مؤقتة، فما بدك انك تستبق وتقفز بالهوى بشيء اللي بعدين تقول والله يا ريت. فعم ناخذ الشغلة بتدرج، ولكن ان شاء الله بخطوات واضحة للوصول للي تفضلت فيها. بعجالة موضوع الإلزامية حكينا فيها، شفنا كل الدول الأخرى بما فيها مصر اللي حاطين غرامة 500 جنيه و14% اللي صوتوا، ما للأسف ما الطريقة الوحيدة هو أول شيء نزاهة الانتخابات،
ورقم اثنين يكون في برامج واضحة وليس يعني للأسف اليوم الأحزاب اللي موجودة وفي أحزاب منها رزينة ومحترمة وكذا، ولكن في أحزاب انعملت فقط عشان هالخمسين ألف. يعني في حزب للأسف خلال 10 سنوات الماضية استلمت من الحكومة، استلم الحكومة 500 ألف دينار ونتيجته الانتخابية في 2020 14 صوت، نص مليون دينار، وحصد 14 صوت في الانتخابات الماضية. هذا إشي معيب، معيب حتى كدافعي ضريبة إنه ينفق هذه المبالغ على أحزاب اللي تسمي حالها أحزاب ولكن حتى يعني مش دكانة. بس إن شاء الله طريقة التمويل القادم والنصوص بقانون الأحزاب اللي هاي أبو أوس يعني في معارك مستمرة مع يعني لإيجاد أحسن قوانين اللي تلزم إن شاء الله الإيصال لأكبر نوع من الأحزاب وأقواهم وأحسنهم، وتمويلهم بعدين بيجي من خلال المشاركة وحصول على المقاعد وليس العكس إن شاء الله. يعني وخلال 3 سنوات إذا يعني إذا هالوجوه الطيبة اجتمعت وقررت إنه والله هذا اللي بدنا إياه بالنسبة للتعليم، بالنسبة للصحة، بالنسبة للضريبة، بالنسبة هذا، أنا بعتقد حتى 3 سنوات يعني نقدر إنه نقدم شيء كثير. وهذا هو يعني بدنا نمشي بهذا الاتجاه للوصول لبرلمانات قوية اللي بتقوي حتى الحكومات. يعني إذا كل ما قوي البرلمان كل ما الحكومة اضطرت إنها تكون قوية تتعامل مع البرلمان. بالعكس شيء إيجابي إنه الحكومة تدور على أقوى نواب اللي يمثلوها لأنه الشرعية بتأخذها من هذا المجلس. أيضا جلالة سيدنا كان واضح جدا، ما فقط ضمن مخرجات اللجنة ولكن ضمن عدم تكرار أي مشاكل كانت تحصل في الماضي. ويعني ولذلك طالما نحن نستطيع أنه نقدم شيء إن شاء الله الأمور اللي كانت في السابق ستبقى في السابق وما عمرها تنعاد في المستقبل.